الله الرحمن الرحيم مشاهدينا متابعينا الكرام متابعي قناة دبي ريسينج، ما زلنا نتواصل معكم مع هذه الانطلاقات والتحديات الرائعة من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان الدستور، أحد أفرع وأذرع المرموم. انطلاقة سليمة لشوط الختام، الشوط العشرين، وهو شوط خاص بالحجايج الابكار في مسافتنا المعتادة والمقررة، وهي 3 كيلومترات نسير مع الصدارة. نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة والاندفاع التلقائي الحاضر دائما مع الأمتار الأولى، مع هذه التحديات المثيرة، مع هذا السن الناشئ هو القادم بكل قوة إلى هذا العالم الساحر، عالم الأصايل. نتابع البداية والمقدمة، وأرى الشاهينية قادة المجموعة، مطر بن حمد رعشيجة العامري من يتابع انطلاقة الشاهينية، مودة مع المركز الثاني لعمر بن راشد بن سبت الخيلي، الدور دور المركز الثالث، وأرى سرابة لسعيد بن غانم بن يريو المنصوري متابعا لانطلاقة سرابة، النقلة التالية مع المركز الرابع، مع المركز الرابع. ومن الجانب الآخر، من الجانب الآخر، ولكن أرى التسلل في هذه اللحظات والقدوم من اليمامة لراشد بمكتوب الحفيظ المزروعي، خامس التحديات. نتابع وهيلة لحميد بن خليفة بن سالمين الحميري متابعا لهذا الانطلاق، ومع المركز السادس، المركز السادس التقدم والانطلاق من الفاتنة لخلف بن ساري بن بلوش المزروعي. سابعا مشاهدينا متابعينا الكرام، أرى هني ودعة لحضير بن علي بن سويدان الاكتبي من يتابع انطلاقة ودعة، مع المركز السابع والثامن التحديات القدوم والانطلاق المثير من دمعة لحمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري متابعا لانطلاق الدمعة. تاسعا من الجانب الآخر، من الجانب الآخر نتابع الطيارة لمحمد بن يمع بن عيد بالكوس الفلاسي، ومع المركز العاشر انطلاقات وتحديات أيضا أفعال لحمد بصغير بن قنون بن محمد الاكتبي. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا العشرة المتقدمة، ولكن أروهيل، أروهيل قادة المجموعة انطلقت بناموس هذا الشوط، وحميد بن خليفة بن سالمين الحميري من يتابع انطلاقة أروهيل اللي انطلقت بالصدارة، قادة المجموعة، قادة المجموعة، بدت أيضا بالاندفاع المتميز والعرض المثير، ولكن أرى المركز الثاني التقدم من الفاتنة لخلف بن ساري بن بلوشة المزروعي قادمة من الغربية أيضا مع هذا التحدي المثير، وسرابة مع المركز الثاني لسعيد بن غانم بن يريو المنصوري مع الكوكبة الثلاثية والقدوم من الشاهينية، مطر بن حمد رعشيج العامري مع المركز الرابع، خامس التحديات. من الجانب الآخر أرى دمعة لحمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري من يتابع انطلاق الدمعة، مع المركز الخامس، سادس التحديات، الانطلاق المتميز للشاهينية لحمد بن خليفة بن سلطان بن درويش المنصوري، لحمد بن خليفة بن سلطان المنصوري من يتابع، من يتابع هذا الانطلاق والقدوم والاندفاع المتميز، مع المركز السابع، مع المركز السابع نتابع وبرة لراشد بالفدي بن راشد المزروعي من يتابع هذا الانطلاق المثير لوبرة، مع المركز السابع. هذه نتيجتنا، هذه نتيجتنا للمراكز المتقدمة وختام هذه الأشواط في صباح هذا اليوم. ما شاء الله تبارك الله، سرابة، سرابة انطلقت بناموس هذا الشوط، سعيد بن غانم من ريو المنصوري، ولكن أرهني أيضا التحديات مع الفاتنة، مع الفاتنة، مع المركز الثاني، المركز الثالث، وصل الدمعة، وصل الدمعة، مع المركز الثالث الكوكبة الثلاثية، وجولة الأوامر، جولة الأوامر النهائية. ما شاء الله تبارك الله، سرابة، سرابة تسربت في اللحظات الأخيرة، انطلقت بناموس هذا الشوط. تهانينا، تهانينا لسعيد بن غانم بن يريو المنصوري على فوز سرابة. سلام الفقع، سلام، اسعدت صباحا ولحظات وصول سرابة إلى خط نهاية المركز الثاني، دمعة لحمد بن غانم بن حمود المركز الثالث، تاتي الفاتنة لخلف بن ساري بن بلوش المزروع المركز الرابع، الشاهينية لحمد بن خليفة بن سلطان المنصوري، ومع المركز الخامس، المركز الخامس نهب لصالح بن مبارك بن كعان بن سعيد العامري. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة في هذا الشوط. لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات وصول أيضا وتحديات سرابة، تأتي بتوقيت زمني مقدار هذه لحظات الوصول، لحظات وصول سرابة إلى خط النهاية
تقطع مسافة 3 كيلومترات في فترة زمنية مقدارها 4 دقائق 35 ثانية جزء واحد من الثانية، تعني لسعيد بن غانم بن يريو المنصوري، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني دمعة لحمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري تصل مع المركز الثاني بتوقيت زمني مقدارها 4 دقائق 35 ثانية 4 أجزاء من الثانية، واللي وصلت مع المركز الثالث ذاتي أيضا الفاتنة ذاتي بتوقيت زمني مقداره مع المركز الثالث 4 دقائق 35 ثانية 8 أجزاء من الثانية، تهانينا لمالك الفاتنة خلب بن ساري بن بلوش المزروعي، تهانينا للجميع والناموس. إذن مشاهدينا الكرام شكرا للأخوة هنا في عربة النقل الأخوة المعلقين، حيث نهاية أشواط صباح هذا اليوم وهي 20 شوطة.